بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو ده هناخد القوة المتبادلة بين سلكي مستقيمي متوازيي ويحملان تيارين. عندنا خدنا في الفيديو اللي فات القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يمر فيه تيار وموضوع في مجال مغناطيسي. قلنا لو احنا عندنا سلك، السلك ده بيمر فيه تيار والسلك ده موضوع في مجال مغناطيسي، فالسلك ده نتيجة ان هو او التيار اللي ماشي فيه هيولد مجال مغناطيسي، هنا هيبقى للداخل وهنا هيبقى للخارج. فانت عندك محصلة كثافة الفيض المغناطيسي على جانبي السلك مالها مختلفة، هنا أكبر من هنا. فأنت عندك هنا البي توتال بتساوي بي واحد زائد البي اتنين، وهنا البي توتال بتساوي الكبير ناقص الصغير، بي واحد ناقص بي اتنين. فأنت عندك هنا نتيجة إن اختلاف محصلة كثافة الفيض المغناطيسي على جانبي السلك، فالسلك ده بيتحرك من الموضع الأعلى في كثافة الفيض اللي هو الموضع ده للموضع الأقل في كثافة الفيض. طيب ده اللي خدناه في الفيديو اللي فات، وقلنا ان القوة المغناطيسية اللي بتأثر على السلك ده بتساوي البي اللي هو كثافة الفيض المغناطيسي اللي موضوع فيه السلك، في الاي اللي هو التيار اللي ماشي في السلك، في ال اللي هو الطول اللي معرض للفيض المغناطيسي. وطبعا لو في زاوية بتحط ايه؟ ساين سيتا. السيتا دي اللي هي الزاوية المحصورة ما بين السلك وما بين اتجاه الفيض المغناطيسي. طيب ده اللي خدناه المرة اللي فاتت. لو انت عندك بقى دلوقتي عندك السلك اهو وبيمر فيه اي، بس السلك ده الفيض المغناطيسي اللي بيأثر عليه ناتج من سلك تاني. يعني ايه ناتج من سلك تاني؟ يعني السلك ده اعتبره خط مستقيم، هو مش عارف يتعوج من تحت ليه، في سلك تاني. فانت عندك السلك التاني ده بيمر فيه تيار، نتيجة ان السلك ده بيمر فيه تيار هينتج عنه فيض مغناطيسي. الفيض المغناطيسي الناتج عنه عند السلك ده هنسميه بي، او مثلا ده واحد وده اتنين هنسمي ده بي واحد. يبقى البي واحد ده هو الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور التيار الكهربي في السلك ده عند السلك ده. طبعا السلكين متوازيين، فالفيض المغناطيسي الناشئ من ده هيبقى ايه؟ عمودي، يعني عند هنا هيبقى هنا منتظم، يعني ده موازي لده، وبالتالي البعد ما بين السلك ده والسلك ده عند اي لحظة او عند اي حتة يعني هتلاقيه هو نفس البعد. وانت عارف ان البي بتساوي الميو في الاي على 2 باي دي، الميو ثابت، الاي اللي ناتج من او اللي ماشي في السلك ده ثابت، الدي اللي هو البعد ما بين السلك ده والسلك ده ثابت، وبالتالي كثافه الفيض المغناطيسي المؤثر على السلك ده نتيجه مرور التيار في السلك ده هتبقى ثابته اللي هي البي واحد، وبالتالي السلك ده بيتعرض لمجال مغناطيسي منتظم ناتج من السلك ده، واتجاه المجال ده نتيجه ان السلك ده السلكين متوازيين يعني في مستوى واحد هيبقى عمود على الايه؟ عمود على السلك ده هنا، وبالتالي هيبقى كده. وبالتالي انت عندك السلك ده اللي هو السلك 2 موضوع في مجال مغناطيسي. لما تيجي تجيب بقى القوه اللي بتاثر على ده هتجيبها ازاي؟ هتبقى البي الاف 2 بتساوي كثافه الفيض المغناطيسي المؤثره على السلك ده اللي هي البي 1 في الاي اللي ماشي في السلك ده اللي هي الاي 2 في الطول المعرض من السلك ده. لاحظ هنا ان انا بقول لك الطول المعرض من السلك ده. يعني ايه الطول المعرض؟ يعني لو احنا فرضنا ان السلك ده طوله كده، فانت عندك الجزء اللي هيتاثر بالفيض المغناطيسي هو انه الجزء ده بس اللي هو الطول المشترك، لان ده الفيض المغناطيسي بتاعه هيبقى من هنا لحد هنا، صح؟ هو ده الموضع او المكان اللي بيأثر فيه الفيض المغناطيسي الناتج من ده. لو انت جيت عند الحته دي مثلا، هل دي بتتعرض لفيض مغناطيسي؟ ما بتتعرضش، وبالتالي ال ال ده اللي هو الطول المشترك ما بين السلكين. المهم يبقى احنا دلوقتي عندنا الاف 2 اللي هي القوه المغناطيسيه اللي بتأثر على السلك ده بتساوي البي اللي موضوع فيه السلك في الاي اللي ماشي في السلك في ال اللي هو الطول المشترك اللي هو الطول المعرض للايه؟ للفيض المغناطيسي.
وبالتالي عندك هنا ممكن تشيل بي واحد دي اللي هي بتساوي الميو في الاي واحد على 2 باي في البعد ده اللي هو الدي. يبقى عندك هنا الاف 2 بتساوي ميو في الاي واحد على 2 باي دي، وادي الاي 2 زي ما هي وادي ال. يبقى دي القوة المغناطيسية اللي بيأثر بيها السلك ده على السلك ده. طيب ما احنا برضو هنلاحظ ان السلك ده بيتأثر بالفيض المغناطيسي الناشئ من السلك ده، وبالتالي انت عندك هنا السلك ده التيار ماشي كده هيتعرض هنا لفيض مغناطيسي لأعلى هنسميه بي 2. والبي 2 بيساوي ايه؟ البي 2 بيساوي الميو في الاي 2 على 2 باي دي، وبالتالي السلك ده هيتأثر بقوة مغناطيسية برضو. القوة المغناطيسية اللي بتأثر بيها هنسميها اف 1 هتساوي الميو او هتساوي البي 2 اللي هي عبارة عن الميو في الاي 2 على 2 باي دي مضروب في الاي 1 مضروب في الطول المشترك. زي ما قلنا الطول المشترك يعني ايه؟ انت عندك طول السلك ده من هنا لحد هنا صح؟ بس الفيض الناشئ من السلك ده هيأثر على الجزء من هنا لحد هنا، وبالتالي الطول المشترك ما بين السلكين اللي هو هيبقى ده هتيجي عند واحد فيهم كده وتاخد كده. يعني مثلا لو انت عندك ادي السلك اهو وادي السلك التاني اهو، فين الطول المشترك؟ الطول المشترك هيبقى ده ال L. ليه؟ لان الفيض المغناطيسي الناشئ من ده الجزء بس، الفيض المغناطيسي الناشئ من ده هيأثر بس على الجزء ده من السلك ده، الفيض المغناطيسي الناشئ من ده هيأثر بس على الجزء ده، وبالتالي احنا بناخد الطول المشترك اللي هو هنا ده الطول المشترك. طيب ركز كده في الاثنين دول الاف 1 والاف 2 هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الاف 2 ميو اي 1 اي 2 ال على 2 باي دي، اف 1 ميو اي 1 اي 2 ال على 2 ايه؟ 2 باي دي، وبالتالي هتلاقي ان الاف 1 بتساوي الاف 2. معنى كده ايه؟ معنى كده معنى الجمله دي ان القوه المغناطيسيه التي يؤثر بها احد السلكين على السلك الاخر تساوي القوه المغناطيسيه التي يؤثر بها السلك الاخر على السلك الاول، او بمعنى تاني ان القوه المتبادله ما بين السلكين، او بمعنى اخر القوه المتبادلة بين السلكين متساوية. يعني ايه الكول او القوة؟ يعني ايه القوة المتبادلة بين السلكين متساوية؟ يعني الاف 1 بتساوي الاف 2، القوة اللي بيأثر بها ده على ده بتساوي القوة اللي بيأثر بها ده على ده. طيب عرفنا أول حاجة إن القوة اللي بيأثر بها أحد السلكين على الآخر متساوية، وقلنا إن القوة دي بقى من هنا بغض النظر بقى عن واحد او اتنين القوة دي بتساوي ايه؟ بتساوي الميو في الاي واحد في الاي اتنين في ال على اتنين باي دي. ده هو نفس القانون ده او ده، والقوتين متساويتين. عاوزين بقى نحدد الاتجاه بتاع القوة دي. طبعا القوة دي يا اما هتبقى قوة تنافر يا اما قوة تجاذب. لو انت عندك السلكين التيار اللي فيهم في نفس الاتجاه، الفيض الناشئ من السلك ده هيبقى ازاي؟ او احنا طبعا واخدين الحاجات دي، واخدين المجال المغناطيسي المره اللي فاتت. الفيض الناشئ من ده هيبقى الاتجاه بتاعه كده، والفيض الناشئ من ده وهنا هيبقى الاتجاه بتاعه كده لأعلى. الفيض الناشئ من ده هيبقى هنا للداخل وهنا للخارج، وده طبعا للداخل برضو. فهتلاحظ هنا ايه؟ وهنا بتاع ده للخارج. فهتلاحظ هنا ايه؟ هتلاحظ ان بره السلكين، بره خارج السلكين، او ناخد السلك ده لوحده الاول، السلك ده لوحده هتلاحظ هنا ايه؟ هتلاحظ ان على يمينه كثافة الفيض بتجمع بي 1 زائد بي 2
وعلى شماله بتطرح بي واحد ناقص بي اتنين على حسب بقى انه الكبير. وبالتالي السلك ده هيتحرك من الموضع الاعلى في كثافة الفيض للموضع الاقل كده. او بطريقة تانية، الفيض الناشئ من السلك ده هنا للداخل، وبالتالي لما تيجي يعني الفيض الناشئ من ده اللي هو بي واحد اهو للداخل، لما تيجي تطبق قاعدة اليد اليسرى فانت عندك التيار اللي في ده الاعلى والفيض كده، وبالتالي هتلاقي ان القوة المغناطيسية الاتجاه بتاعها كده، وبالتالي القوة المغناطيسية المؤثرة على ده تبقى كده. نيجي للسلك ده، هتلاحظ هنا ايه؟ هتلاحظ ان خارج السلك ده بي واحد زائد بي اتنين لانهم في نفس الاتجاه، وهنا الكبير ناقص الصغير، وبالتالي برضو كثافة الفيض المغناطيسي او المحصلة خارج السلك ده او على شماله اكبر من على يمينه، وبالتالي هيتحرك كده. او بطريقة تانية هنجيب كثافة الفيض المغناطيسي الاتجاه بتاع خطوط الفيض هنا الناتج من السلك اتنين، هتلاقي ده كده، وبالتالي الاعلى ده البي اتنين. وبالتالي من قاعدة اليد اليسرى هتلاحظ هنا ايه؟ ادي عندك الفيض الاعلى والتيار كده، هتلاقي ايه؟ هتلاقي كده اهو، شوف التيار، ادي التيار وادي الفيض وادي القوة. يبقى انت هنا تقدر تحدد القوة بطريقتين، يا اما بالطريقة العادية اللي هي السلك بيتحرك من الموضع الاعلى في كثافة الفيض للموضع الاقل، او بطريقة ايه اللي انت اتجاه الفيض الناشئ من ده على ده وتستخدم قاعدة اليد اليسرى. طيب تعالى بقى لو السلكين التيار فيهم في عكس الاتجاه، ده لتحت مثلا وده الاعلى، فانت عندك ده الفيض الناشئ منه هيبقى هنا كده ماشي، وهنا كده، وده الفيض الناشئ منه هيبقى هنا للداخل وهنا للخارج. فانت عندك هتلاحظ ان هنا بي واحد ناقص بي اتنين، وهنا بي واحد ناقص بي اتنين على حسب الكبير بقى، وهنا بي واحد زائد بي اتنين. فانت عندك السلك ده هيتحرك من الموضع الاعلى في كثافة الفيض للموضع الاقل، هيتحرك كده، وده هيتحرك من الموضع الاعلى للموضع الاقل، هيتحرك كده. او بطريقة تانية زي ما قلت لك، الفيض الناشئ من ده هيبقى هنا الاعلى، سميها بي واحد، فانت عندك ادي الفيض الاعلى التيار كده والفيض كده، فانت عندك القوة هتبقى كده اهو. وكذلك ده التيار لأسفل، نجيب الأول اتجاه الفيض الأعلى برضو، اتجاه الفيض الأعلى والتيار لأسفل، فأنت عندك القوة مش عارف الواحد في ايه، فالقوة هتبقى ايه؟ هتبقى كده اللي هي الإف. وبالتالي هنا القوة دي هتبقى ايه؟ السلكين بيقربوا من بعض يبقى قوة تجاذب، وهنا السلكين بيبعدوا عن بعض يبقى قوة تنافر. يبقى انت هنا نلاحظ حاجة، لو التيار في السلكين، التيار في السلكين في عكس الاتجاه هتتولد قوة تنافر. ليه بتتولد قوة تنافر؟ لأن انت عندك محصلة الفيض المغناطيسي بين السلكين بتكون أكبر من محصلة كثافة الفيض المغناطيسي خارج السلكين، وبالتالي بيتحرك كل سلك من الموضع الأعلى في كثافة الفيض للموضع الأقل، وبالتالي بيبتعد عن بعض او بتنشا قوه تنافر. يبقى هنا تيار في السلكين في عكس الاتجاه تكون محصله كثافه الفيض المغناطيسي بين السلكين اكبر من محصله كثافه الفيض المغناطيسي خارج السلكين، وبالتالي يتحرك كل سلك من الموضع الأعلى في كثافة الفيض المغناطيسي اللي هو من هنا إلى الموضع الأقل في كثافة الفيض المغناطيسي، وبالتالي يبتعد السلكان عن بعضهما أي يحدث بينهما قوة تنافر. طيب في قوة التجاذب بقى، انت عندك هنا محصلة كثافة الفيض المغناطيسي بين السلكين بتبقى اقل من
معاصية كثافة الفيض المغناطيسي خارج السلكين، وبالتالي بيتحركوا ايه؟ بينجذبوا لبعض. يبقى هنا التيار في السلكين في نفس الاتجاه، وبالتالي تكون محصلة، الخ بقى بدل ما اكتب كتير، تكون محصلة كثافة الفيض المغناطيسي بين السلكين أقل من محصلة كثافة الفيض المغناطيسي خارج السلكين، وبالتالي يتحرك كل سلك من الموضع الأعلى في كثافة الفيض للموضع الأقل، أي يقترب السلكان أو يتقارب السلكان، أي يحدث بينهما قوة إيه؟ تجاذب. يبقى خلاص الموضوع قوة التنافر لو التيار في السلكين في عكس الاتجاه، وقوة التجاذب لو التيار في السلكين في نفس الاتجاه. ليه هنا قوة تنافر؟ لأن أنت عندك محصلة كثافة الفيض المغناطيسي بين السلكين أكبر من خارجهما، وبالتالي كل سلك بيتحرك من الموضع الأعلى في كثافة الفيض للموضع الأقل. هنا محصلة كثافة الفيض المغناطيسي بين السلكين أقل من خارجهما، وبالتالي بتحرك كل سلك من الموضع الأعلى للموضع الأقل، وبالتالي بيتجاذب. إحنا كده خلصنا الدرس بتاعنا. التلخيص بتاعه زي ما قلنا، قوة تنافر لو التيار في عكس الاتجاه، قوة تجاذب لو التيار في نفس الاتجاه. والقانون بتاعك الـ F بتساوي الميو في الـ I 1 في الـ I 2 في الـ L على 2 باي اي دي. الميو ده اللي هو معامل النفاذيه المغناطيسيه الوسط، اي 1 التيار اللي ماشي في السلك الاول، اي 2 اللي ماشي في السلك الثاني، ال اللي هو الطول المشترك. وقلنا يعني ايه طول مشترك؟ يعني الطول ده من هنا لحد هنا، لان ده اللي هيتعرض للفيض المغناطيسي الناشئ من السلك ده، وده اللي هيتعرض للفيض المغناطيسي الناشئ من السلك ده، وبالتالي ال ده اللي هو الطول المشترك، مش طول احد السلكين، لا الطول المشترك. والدي هي البعد ما بين السلكين، البعد العمودي ما بين السلكين. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه، وطبعا عرفنا برضو ان القوه المغناطيسيه اللي بيأثر بها احد السلكين على الاخر بتساوي القوه المغناطيسيه اللي بيأثر بها السلك الاخر على الاول. ده بالنسبه لو سلكين بس. طيب لو انت عندك اكتر من سلكين، اكثر من سلكين، هتعمل ايه؟ لو انت عندك مثلا ثلاث اسلاك بالشكل ده، فانت هتعمل ايه؟ عاوزين نجيب ده واحد ده اتنين ده تلاتة، عايزين نجيب القوة المغناطيسية اللي بتأثر على السلك ده، تعمل ايه؟ هتجيب اول حاجة تعرف الابعاد دي، مثلا البعد ما بين هنا وهنا سميه دي واحد، والبعد ما بين هنا وهنا دي اتنين. اول حاجة هتجيب البي اللي بيأثر بيه السلك واحد على تلاتة، ب واحد تلاتة هيساوي الميو في الاي واحد على اتنين باي في البعد ده كله اللي هو دي واحد زائد دي اتنين، وتجيب البي اللي بيأثر بها اتنين على تلاتة، ب اتنين تلاتة بتساوي الميو اي اتنين على اتنين باي دي اتنين. بعد كده تعمل ايه؟ تشوف بقى محصلة كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ من السلكين دول عند السلك ده بتساوي ايه؟ سواء جمعهم لو هما الاثنين التيار هنا في نفس الاتجاه، او طرحهم لو هما الاثنين في عكس الاتجاه. بعد ما تجيبها هتجيب بقى القوه اللي بتاثر على السلك ده، الاف هتساوي البي اللي هي المحصله بتاعتهم، سماها بي 3 مثلا اللي هي من 1 و2 يعني، في الاي اللي ماشي في السلك ده اللي هي اي 3 في ال اللي هو الطول المشترك. فهمت حاجة؟ لو انت كذلك عاوز تجيب القوة اللي بتأثر على السلك ده، فانت هتعمل ايه؟ هتجيب كثافة الفيض الناشئ من السلك ده عند السلك ده، ومن السلك ده عند السلك ده، وتجيب المحصلة بتاعتهم لو هما الاتنين في نفس الاتجاه تجمع، في عكس الاتجاه تطرح. بعد كده تجيب الاف اللي بتأثر على السلك ده اللي هي البي توتال بقى اللي بتأثر عليه، في الاي اللي ماشي فيه في ال المشترك. طبعا عشان تحدد اتجاه القوة دي، فانت هتعمل ايه؟ هتستخدم قاعدة فلامينج اليد اليسرى، هتشوف محصلة كثافة الفيض اللي بتأثر على السلك ده، الاتجاه بتاعها لفين، والتيار اللي ده ماشي فين، وبعد كده تحدد. ناخد مثال مثلا، لو انت عندك ده كده وده كده وده كده، التيار في نفس الاتجاه، فانت عندك لما تيجي تجيب كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ من السلك ده على السلك ده هتلاقيها للداخل، وبالتالي هنا سمي ده مثلا، او على طول ناخدها هنا ب 1 2 هتبقى للداخل. لما تيجي تجيب كثافه الفيض المغناطيسي الناشئ من السلك ده على السلك ده هتلاقيها للخارج،
وبالتالي بي 3 2 بي 3 2 تبقى ايه للخارج. لو فرضنا ان ده اكبر من ده وبالتالي البي توتال على السلك 2 هتبقى ايه اتجاهها للداخل، هتساوي ده ناقص ده. بعد كده تعمل ايه؟ بعد كده تجيب الاف اللي بتأثر على السلك ده، هتساوي البي توتال 2 في الاي اللي ماشي هنا اللي هي الاي 2 في الطول المشترك اللي هو ال. عشان تحدد الاتجاه بتاع ده هتعمل ايه؟ احنا قلنا ان المحصله اللي بتاعه ده وده على السلك ده الاتجاه بتاعها للداخل، وبالتالي هتيجي هنا المحصله للداخل اتجاه التيار الاعلى، وبالتالي القوه تبقى كده. فهمت حاجه؟ بس هناخد بقى مثالين. مش عارف ليه مش مظبوط. اول مثال معانا ادي سلكين هنا اي 1 بتساوي 2 امبير، اي 2 بتساوي 3 امبير، وعندك هنا البعد ما بينهم 50 سم. عايزين نحسب هنا القوة المتبادلة ما بين السلكين. نحسب القوة المتبادلة ما بين السلكين ونحدد هل قوة تنافر ولا قوة تجاذب. طبعا القوة المتبادلة ما بين السلكين دي هتكون قوة تنافر ولا تجاذب؟ طبعا دي قوة تجاذب. يبقى أول حاجة قوة تجاذب. ليه قوة تجاذب؟ لأن أنت عندك هنا محصلة كثافة الفيض المغناطيسي بين السلكين أقل من خارجهما، وبالتالي كل سلك بيتحرك من الموضع الأعلى للموضع الأقل. تاني حاجة عايزين نحدد بقى القوة المغناطيسية. طبعا احنا عارفين إن القوة اللي بيأثر بيها السلك ده على ده تساوي القوة اللي بيأثر بيها السلك ده على ده. يبقى ده اف اللي هي نفسها هنا اف. وبالتالي اف بتساوي ايه؟ الميو في الاي 1 في الاي 2 في ال، حيث ال الطول المشترك نفترض ان هو مثلا 60 سنتي. على 2 باي في الدي. يبقى الاف بتساوي الميو 4 باي في 10 سالب 7 في الاي 1 اللي هو ب 2 في الاي 2 اللي هي ب 3 في ال اللي هو 60 سنتي اللي هي 6 من 10 متر على 2 باي في الدي اللي هو 50 سنتي اللي هو نص متر. هتشيل ده او ممكن على طول نشيل ده مع ده مع ده، نشيل الباي من فوق نضرب ده ببعضه 4 في 2 في 3 في 6 من 10 في 10 سالب 7. هتلاقي ان القوة دي 1.44 من 100 في 10 سالب 6 نيوتن. نفس المثال ده هنحط بس معاه سلك كمان عندك بقى 3 اسلاك. هنغير بس الاتجاه بتاع التيار ده. ده اي 1 بيساوي 2 امبير، ده اي 2 بيساوي 3 امبير، وده اي 3 بيساوي 4 امبير. عندك البعد ده 50 سنتي والبعد ده 60 سنتي، وعندك الطول المشترك ما بينهم هيبقى ال اللي بيساوي نخليه مثلا 50 سنتي مثلا. وعاوزين دلوقتي نجيب القوة اللي بيأثر بيها أو القوة اللي بتأثر على السلك ده والاتجاه بتاعها. نعمل إيه؟ أول حاجة هنجيب البي بتاع ده هنا، وبالتالي عندك هنا بي 1 2 بتساوي إيه؟ البي 1 2 بتساوي الميو في الأي 1 اللي هي ب 2 على 2 باي في البعد ده اللي هو 50 سنتي اللي هو نص متر، وبالتالي ده بيساوي ممكن نشيل ده او ممكن نسيبها زي ما هي عادي، 2 في نص هيروحوا مع بعض. هتفضل عندك هنا خلاص بقى يا استاذ الدبانة ده 4 باي في 10 اس سالب 7، شيل باي مع الباي، 4 في 2 ب 8 في 10 اس سالب 7 ت
تسلم. بعد كده نجيب طبعا ده الاتجاه بتاعه هيبقى للداخل، نجيب بعد كده البي 3 2 هيساوي الميو على طول نكتبها 4 باي في 10 سالب 7 في الاي 3 اللي هو 4 على 2 باي في الدي اللي هو 6 من 10 متر هيساوي. طبعا هنشيل ده مع ده يتفضل 2، بعد كده 2 في 4 على 6 من 10 في 10 أس سالب 7 هيطلع معاك 1.33 من 100 في 10 أس سالب 6. طبعا الفيل الناشئ من ده عند ده هيكون لأعلى. هتلاحظ هنا ان الفيل الناشئ من ده والفيل الناشئ من ده الاتنين في عكس الاتجاه، وبالتالي محصلة كثافة الفيت هنا تبقى الكبير ناقص الصغير، وبالتالي هنا البي توتال اللي بيؤثر على الاتنين هيساوي ايه؟ طبعا انه الكبير في ده ده اكبر من ده، وبالتالي 1.33 من 100 في 10 أس سالب 6 ناقص 8 في 10 أس سالب 7 بيساوي. هيطلع معاك 5.3 في 10 سالب 7 تسلا. بعد ما جبت محصلة كثافة الفيل دي الاتجاه بتاعها هتبقى فين؟ طبعا هيبقى في نفس اتجاه الفيل الكبير اللي هو ده. عاوزين بقى نجيب القوة المغناطيسية اللي بتأثر على السلك ده. اف 2 بتساوي البي توتال 2 في الاي 2 في ال المشترك، ده 5.3 في 10 سالب 7 في الاي 2 اللي هي ب3 في ال المشترك قايلك ب50 سنتي اللي هي نص متر في 3 في نص، هيطلع معاك الرقم ده 7.95 في 10 سالب 7 نيوتن. عاوزين نحدد الاتجاه بتاع القوة دي. عندك اتجاه الفيل المؤثر لأعلى قاعدة فلمنج اليد اليسرى، عندك اتجاه التيار كده واتجاه الفيل كده لأعلى، وبالتالي اتجاه القوة تبقى كده، ادي الاف اتجاه كده نحو اليسار، يبقى هنا اتجاه القوة نحو اليسار بس كده. طبعا الدرس سهل مفيهوش مشكلة، ان شاء الله هنكمل في الفيديو الجاي مع عزم الازدواج المغناطيسي المؤثر على ملف مستطيل يمر به تيار وموضوع في مجال مغناطيسي. اشوفكم على خير والسلام عليكم.